والصلاة والسلام على رسول الله. تقوم وحدة شؤون المصاحف بتوفير عدد 150 ألف مصحف، وكذلك توفير عدد 54 ترجمة بعدة لغات، وكذلك توفير عدد 70 مصاحف برايل للمصاحف المكفوفين، وهي تعنى بمتابعة على مدار 24 ساعة من مراقبين المصاحف لمتابعتها، نقص المصاحف وكذلك نظافتها، و لا سمح الله في وجود مطويات أو مصاحف غير طبعة المجمع ترفع، ويوجد نقطة للفرز في باب 18 وحدة شؤون المصاحف.